السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت ليكم بتدريسات خفافين زوينين، مهم كيجيو واعرين. كنتمنى يعجبكم في الطريقة. شوفوا الطريقة هي هادي، ديجا وريتكم القفطان كيفاش خدمناه، كيفاش جا. وبهذه الطريقة كنبداو كنديرو الخيط ديالنا. اولا كنديرو الزكزاك كنديرو غرزة، كنرجعو كنديرو غرزة اخرى، كنبداو عاود تاني غرزة، كنرجعو لديك الضربة كنديرو غرزة، كنديرو عاود تاني غرزة، كنرجعو كنديرو غرزة، كنديرو غرزة. بهاد الطريقة كتمشي، كديري غرزة، كديري غرزة عاود تاني في التوب، كديري غرزة في داك الخيط. بطريقة البنات بطريقة كنديرو هاد الزكزاك، راه ساهل. بطريقة كتكملي، المهم كتمشي حتى تكملي التوب ديالك كامل، بحال اليد ولا هكا العنق ديال شي جلابه، القب ولا شي حاجه، حتى كتكملي الخدمه ديالك. بغيت نوريكم هادي، طولنا فيها شويه. بحال هكا انا غنكمل شويه، نرجع نثبت الخيط ديالي فوق داك الزكزاك، غنثبت الخيط ديالي فوق الزكزاك بالضبط. كندير غرزة، كندخل غرزة عاوتاني في داك الضربة اللي ضربنا، بحال الطريقة اللي درنا في اللول. هادي غير كنضربو فوق الزكزاك، في داك العوينات ديال الزكزاك، فاش كنضربو غرزة في العوينات ديال الزكزاك، شفتو معايا؟ كنرجعو للغرزة اللي ضربنا، كنديرو فيها تاني غرزة، كيما كتشوفو معايا، راه ساهلة. كنتمنى تعجبكم طريقة. مهم الزكزاك فوق الزكزاك، راه كل شيء ملي كيتعلم الرندة هادي باش كيبدا. شفتو معايا؟ انا غنكمل نتوما، غندير معاكم الزكزاك واحد اخر. هذا دابا ثلاثة المشيات، كتحسبو معايا، طلعنا ثلاثة المرات. ظهر تاني درنا غرزة ديالنا، كنتبتو فيها عاوتاني، هي غرزة، كنرجعو للخيط ديالنا، كنضربو غرزة، كنديرو غرزة، كنرجعو للخيط، كنديرو غرزة، كنديرو غرزة في الزكزاك، وعاد كنرجعو لداك الخيط اللي فاش خدمنا الضربة ديال هكا، الضربة، غنديرو عاوتاني هكا، نديرو غرزة. كي كتبقى كطلعي، انا ثلاثه، طيب ثلاثه الزكزاكات، يعني واحد فوق واحد ثلاثه المرات بحال هكا. ورا البنات كتجي، المهم ضايه كتكمليها، كتكون يد ديالك خفيفه على هاد الدريسات، ضايه كتسالي. ها هي ثلاثه طبقات، ثلاثه طبقات هما هادو. دابا غندير معاكم الهرم، الهرم ديال جوج، غنديرو لوينة على البرا جوج المرات، غندخلو لويو على البرا جوج المرات، غنضربو غرزة، شتو غنديرو هكا، وغندورو على القدام عندنا، شفتو بهاد الطريقة البنات. كديري عاوتاني غرزة، كتدخلي البرا، كدوري على الخيط ديالك جوج المرات. هاهي دابا كتدخلي هاديك اللي حطيتي في اللول، كتخلي فيها البرا، وعاد كدوري على البرا جوج المرات ديال الخيوطة، وكديري هاد الطريقة، كتبداي كتهبطي. هاهما دابا جوج، كيما تنقولو الهرم ديال جوج، صافي كنتبتو. هو هذا
انا نجيب الرقيقة باش نعطيها المنظر اكثر، باش يجي زوين. نديرو رقيقة بحال هكا، نخلي غير غرزة، نضرب غرزة اخرى. وكنتمنى البنات تشجعوني باللايك ديالكم واشتركوا في القناة ديالي. مرحبا بكم معايا مع رندا ام امينة ملاكي، واشتركوا في القناة ديالي وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد مني انايا. وكنتمنى لكم كل خير ومسيرة موفقة، وكنتمنى تعلموا ان شاء الله، وكنتمنى لكم كل خير. ومعايا ما تنسونيش باللايك ديالكم وتشجيعات ديالكم. وغادي نعود معكم عاوتاني واحد الغرام اخر بحال هكا، عاوتاني غنثبتو هذا هو الغرام ديال جوج. كنديرو رقيقة كما قلت لكم، رقيقة غير بحال الا بغيتي تزيني، الا ما بغيتي الا ما بغيتيش ديري الرقيق ديري غير الغرام وهكا بقاي تمشي، كتجي حتى بديك الطريقة زوينة. المهم هادي هي الخدمة، وهذا هو هاد الدريسات، كيجيو خفافين. بحال هاد الطريقة البنات اللي كيقلبوا على شي حاجة بسيطة وشي حاجة يعني ما كتعطلش اليد، ما كتاخدش الوقت، هي هادي البنات ما كتاخدش الوقت.